الأبعاد الجغرافية والتاريخية والاستراتيجية عوامل تضافرت فدفعت باتجاه تقارب اقتصادي خليجي باكستاني من خلال توقيع اتفاقية بالأحرف الأولى لتحرير التجارة بين دول مجلس التعاون وإسلام أباد. الهيكل الاقتصادي للدول التي تستورد معظم غذائها مختلف تماما عن نظيره الباكستاني. صحيح أنها تنتج نفطا وتصدره بينما تحتاجه إسلام أباد بشدة، لكن يمكن للخليجيين توظيف فوائضهم المالية في البلد المشهور بطيف واسع من الزراعات والتي لا تقتصر على الأرز والسكر فضلا عن القطن. الاتفاقية المبدئية تنص على تسهيل تدفق ودخول البضائع والخدمات عبر إزالة وتخفيض الرسوم الجمركية على السلع، وهو ما سيخدم كذلك إسلام أباد التي تحتاج إلى النفط والغاز والأسمدة المنتجة في الدمام وراس لفان وسواهما. الدول الخليجية الساعية إلى تنويع مواردها الاقتصادية، وباكستان التي اضطرها صندوق النقد إلى تحرير أسعار مجموعة من السلع الأساسية، تغطي اتفاقيتهما 14 فصلاً. تبرز منها التجارة الإلكترونية وتسوية النزاعات والملكية الفكرية، وتأمل الأطراف أن تفضي إلى تطوير التجارة الثنائية لترتقي إلى مستوياتها مع الهند. في عصر التكتلات الاقتصادية وفي عهد تزايد المخاوف من آفاق الأمن الغذائي للدول، تبرز أهمية التعاون الخليجي الباكستاني والذي قد يلمس أثره نحو 300 مليون شخص.